بحق. يا هيثم هلا هلا، مطالبه معك يا اخي. ابغى اسالك امر. يا اخي مره انت لك يعني حوادث سابقه، الله يكفى انا وياك الشر. ها حوادث ايش قصدك يا اخي؟ ما ادري جاركم ولا من هذا الكلام، اعطوني اياه على الشاشه. يو وجه الله. ها منين طلعت هذي؟ اسمعوا الرجال ترى صاحب عليات. منين طلعت ابو سعيد؟ اقول ايش سالفه يوم صدمت جاركم هذه؟ والله سالفتها سالفه ابو سعيد، فضيحه ذي. مين وش سويت؟ طبعا اول مره اتعلم السواقه، ما لي اسبوع كذا تقريبا. يا سلام. جاء الوالد الله يعطيه العافيه، الله يطول بعمره، امين والجميع. قال هذه السياره خذ عليها لفتين. ايوه قريب قريب بالحاره. يا سلام. واخذ اللفه الاولى واللفه الثانيه، اللفه الثالثه الود بالجارنا ماجد الحربي مسي عليه بالخير. يستاهل. واقف على جمعه ارواق بيطلع البر الرجال. مع ايش؟ ارواق. ايه بيطلع البر. اقول له بعد؟ يقول له ماني من بعد. هو يستهبل يمزح. ايوه. قلت من بعد؟ قال لي وانا اروح اصدم الرجال. اوف 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 اوف. يدخل علي بعد ساعتين يطق باب البيت الا الرجال رجله مكسوره. لحول لحول. اصدمت الرجال العليمي ولا لا؟ لا كذا بس قلت بصدمه. بسم الله ماني اذيب انا، بوصيك لا تاكل الذيب. ذيب وش جابه معك؟ ولا على ذيب خصم؟ ها لا لا تعود من الشيطان. ما في احد، في احد؟ لا لا ما في احد، ما في احد، ما في احد. شايفه شايفه. ظل ظل هيثم، ظل ما في احد. طيب وش هلا؟ طيب يا ذيب. طيب ايش ايش خلصتوا مع الرجال؟ لا والله عاد مرت الامور عاد وتصفينا. يا سلام. طيب يا حبيب عيني بوريك واحد هنا وانت تعرف، ابغاك توجه له كلمه. ابشر على خشمي. هنا مخرج بالله. لحول معليش انا اسف. شفته شفته. انا شجره. حبيبي يا محمد، محمد فارس عنزي يعطيك الف عافيه حبيبي. والله ونعم. كلمه توجهها له. محمد هذا الشخص صراحه. يا اخوي انت ايش تبي؟ يا ذيب جاك جاك ابو علي، جاك ابو علي. اسلم. طبعا محمد فارس هذا الشخص لو اقول كلام كثير ما هو في حقه. يستاهل. شخص ينصح. استاهل. من ايام الثانوي تخرج وراح توظف، الود ينصح حد. لو اقول الحين محمد، لو اقول الان رحنا المكان الفلاني ما يقول لك لا، معك على طول. يا سلام. الرجال ما عنده ريوس، قدام معك معك. يا معك في الخير. معك بالخير، لكن في حاجه واحده، ميزه في حاجه واحده. وش؟ هذه اهم شيء فيه. انه نصوح. شاف فيك شيء خطا علمك. هذا والله اللي يحتاجه كل واحد منا في ذا الزمن، انه يحصل النصيحه الطيبه. وعلى طاريها يا حبيبي استقبل اتصال معك.